السلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غنشارك معكم نهار كله طاقه وحماس. نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنسونيش من جيم تابوناو في القناه ديالي باش يوصلكم الجديد. وغادي نوجد معكم قهوه ديال الصباح، هي اللي كتفيقني شويه، ومن بعد غادي ندوز نطيب الغدا. غادي نطيب معكم اليوم الطاجين. انايا غادي ندير ديال اللحم ببطاطا حلوه. ندوز معكم نهاري كما هو بلا زواق بلا حتى حاجه. غادي ناخذ هنايا بصله، غادي نقطعها هكايا شرائح. خديت الطماطيشه حتى هي غنقطعها هكايا. غادي ناخذ اللحم، هذا ندير اللحم ديال البقري، وغادي نديرو انا غير في الطاجين. صبت في الطاجين حيت عندي الوقت. اللي كانت مزروبه مثلا غدا خدامه ولا هذا، من الاحسن هذا اللحم ديرو في كوكوط، تطيبو هذه المرحله الاولى تطيبو في كوكوط. والا لا كان عندها اللحم فتي وكيطيب دغيا، داك الساعات طيبو في الطاجين، ما كاينش مشكل. اما انا هذا راه خدا ليا الوقت شويه، راه اللحم تقريبا شي ساعه ولا ساعه الا ربع وهو كيطيب بوحدو، عاد باش فزت عليه الخضره. ودرت العطريه، ملح، ابزار، خرقوم، عرق، سكينجبير، ثومه محكوكه، قزبر ومعدنوس، قليته مزيان وسديت عليه. وغادي ندوز دابا نعجن خبيزات صغار. عندي جوج زلايف قمح، زله فافورس، معلقه صغيره الملحه، معلقه كبيره الخميره، شويه زيت المائده وماء دافي. وغادي ناخذ العجانه باش يكفاني الوقت ويطيب لي الخبز بسرعه. غادي ناخذ جميع المكونات وغادي نديرهم في العجانه، الا الملح والخميره غادي نبعدهم على بعضياتهم حيت الملح كتبطل المفعول ديال الخميره، ما تتخليهاش تفاعل. انا راه قليل في كنستعمل العجانه، غير اليوم حيت مزروبه. انا راه فاش كان النهار اللي كيكون خاص الخبز كنفيق في الصباح، يلاه كنكون غنفطر. فاش كنوجد الفطور كنعجن حدايا وكنغطي القصريه بالسلوفان وكندير عليها فوطه ديال الخبز وكنخلي حتى كيختمر على خاطرو. ما كنجي نفطر ونسالي حتى كنلقى الخبز ترخى ووجد وما تيمحنيش، صافي كنقرصو وكنديرو يخمر وكنخبزو، كيجي ساهل. وهنايا درت المكونات كامله كما قلت لكم. غادا نبقى نضيف في الماء دافي بشويه بشويه حتى يتخلط ليا العجينه. صافي خليتها تعجن، وملي وجدت ليا العجينه صافي حيدتها. غادي نخليها غنغطيها واحد 5 دقائق باش يلا ترخى مزيان وتجيني ساهله في الدكراس، ما بقاش معذبه معاها. ولا فرغت العجينه في القصريه كما كتشوفوا. غادي نعاود ندلكها غير شويه، ماشي بزاف، غير باش تجمع ليا. وغادي ناخذ طاوه غندير ورق الطبخ. انا ما كنديرش في الوصله، كندير هاد اللاطه هكايا حيت كنخشيها في الفران نيشان. وقسمت العجينه اللي عندي على كويرات، جاوني 5 الكويرات في داك المقدار اللي درت ديال الدقيق والقمح، خرجت لي 5 وجمعتهم هكا على هاد الشكل باش نوجدهم للتكراس. انا ديك اللاطه اللي عندي راه كتكفاني غير في 4، وحده ضروري كنحط لها واحد السربيته وكنقرصها بوحدها. وملي غادي نبدا نقرص غادي ناخذ اللي كنت جمعت الاولى باش تجيني رطبه في التكراس. وهكايا غادي نبقى غادا على هاد الشكل تنقرصهم كاملين. وكملت الكراس. هنايا غادي نغطي الخبز، شعلت الفران وما شعلتوش من الفوق، شعلته غير من الوسط باش ما يكرمش ليا الخبز. صافي الطاجين هاو ديالي، اللحم طاب. غادي ندير ستف الخضره، عندي غير بطاطا حلوه وغندير الزيتون فقط. ستفت الخضره كما كتشوفوا وغادي نسد عليه وغادي نبقى نروي بشويه بشويه.
وهالخبز ديالي وجد راه كيجي غزال ما شاء الله، كيجي رطب بزاف من الداخل ومفشفش. راه السر عندي في هذاك الزيت ديال المائدة اللي كندير داك شوية، راه كيرطبو وكيخليه هشيش من الداخل. وغادي ناخد بلاطو وزيف باش نغطي الخبز وما نخليهش في لاطا، حيت رجعت لي السخونيه ديال لاطا غير غادي يكرم وغادي يولي قاصح. من الاحسن ديروا هذه الطريقه وتا يبرد، واللي بغات تخزنه مثلا في الكونجيلاتور غادي تخليه تا يبرد مزيان، وديروا كل خبزه في سلوفان ولا في ميك هذاك بلاستيك غذائي وديروه في الكونجيلاتور، راه كيبقى معكم سيمانه جوج سيمانات على حساب اللي خدامه. وهذا من الاحسن دير هذه الطريقه، غير تبعوا هاد الطريقه اللي درت معكم ديال الخبز، راه كتصدق زوينه وكيجي رطب بزاف. الطاجين ديالي وجد، غادي نحط جوج خبيزات وغنحطو نتغداو، ومن بعد غادي نوض نشمر على يديا ونشوف هاد الكوزينه مرونه خليتها بزاف بزاف. نجمعها ومن بعد نتلاقاو. ما كنبغيش صراحه نخليها مرونه، كنبغي نتكا واحد شويه تندير قيلوله واحد نص ساعه ولا ساعه، وملي تنبغي نفيق ندير الكوتي ما تنبغيش يلاه نبدا نغسل في الماعون ونبدا الروينه، كنفضل انني نجمعها وكنمشي نتكا مرتاحه. صافي هنايا غسلت الميعنات وساليت، غادي نعطر الجو باش ما تبقاش ريحه الطياب في الكوزينه وفي الدار، وغادي ندوز نشعل الماكينه ديجا كنت دايره فيها الحوايج. انا كندير غير شي ساعه و 25 دقيقه حيت عندي شويه فيهم الطبايع ديال الزياده راكم عارفين، اما اللي عندها غير العاديه هاد سامسونج راه كدير لي غير 30 دقيقه حتى الخمس اولا 15 دقيقه، راه كاين فيها 15 دقيقه وكد غير كتصبن مزيان. غير حنايا اللي عندنا الدراري الصغار شويه كتخلي الطبايع ما عندك كي ديري. وغادي نصلح هاد الحوايج حيت هادو ضروري ما كيتصلحوا وتجمعوا بزاف، تجمعوا عليا غادي نصلحهم ومن بعد ندوز نرتاح. وهنايا وصلت معكم لنهاية الفيديو، ما تنسونيش ما تبخلوش عليا من جيم، تابونوا في القناة ديالي باش يوصلكم الجديد.